النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، السلام عليكم. نبدأها من فلسطين والبطولة الدولية السنوية التي تستضيفها الأراضي المحتلة تحت شعار من النكبة إلى الدولة. نجح المنتخب الأولمبي الفلسطيني ونظيره الأردني في الوصول إلى النهائي. الفدائي تغلب على نظيره الباكستاني بثلاثة أهداف لعودي خروب، أرق أبو غنيمة ونمر واصف. المنتخب الفلسطيني سيطر على مجريات اللقاء وحافظ حارسه رامي حمادة على نظافة شباكه. أما منتخب النشامة فقد تجاوز سريلانكا برباعية لبراء مرعي ويزن ثلجي وبلال قويدر في مناسبتين. كيف تحول فريق يبلغ دخله السنوي خمس دخل ناديي برشلونة وريال مدريد إلى فريق منافس على الألقاب في إسبانيا وأوروبا؟ الجواب في التقرير التالي. عام 96 كان دييغو سيميوني نجما فذا في صفوف الأتلتيكو، عاش معه الحلوة والمرة ووقف على دكة البدلاء إلى جانب المدرب، وبعدما أحرز اللقب مع الفريق نفسه لاعبا جاء ليطبق ما تعلمه ولكن بفلسفته الخاصة. حول الأرجنتيني أتلتيكو إلى فريق اختصاصي بالكؤوس، أحرز لقب أوروبا ليج، كأس إسبانيا، الكأس السوبر الأوروبية، واليوم استعاد لقب الليغا. مسيرة لم تتأثر برحيل لاعب أو انضمام آخر. بيع الأرجنتيني أجويرو فلمع الكولومبي فالكاو، انتقل فالكاو فتعرفنا إلى دييغو كوستا قائد الزوبعة الهجومية. لكن تخريج النجوم ليس وحده، المدرب الملهم زرع في لاعبيه روحية اللعب لدقائق أطول والركض لكيلومترات أكثر. تأثير تحركاته خارج الخط بثت الحماسة في اللاعبين وحثت الجماهير على التشجيع. العمل الدؤوب من الدفاع ووسط الملعب كان له أكبر مساهمة في ثبات المستوى والنجاح في مجاراة أكبر ناديين في إسبانيا. لكن سيميوني لجأ إلى أساليب نوعية لبث الروح المعنوية. لن ينسى اللاعبون 29 من أذار مارس، يوم ذاك كان الانتصار المحوري على أتلتيك بلباو، فبدأ معه يترسخ الإيمان بالقدرة على إحراز اللقب. وجه المدرب الأرجنتيني الدعوة إلى مشجعة فقدت ساقيها في هجوم شنته مجموعة أيتا الانفصالية عام 91. زارت إيريني فيا اللاعبين في الفندق قبل ساعات على انطلاق المباراة، وبعد سماع رسالتها والتوجه إلى استاد بلباو خسر برشلونة وتعادل الريال. أن تواجه برشلونة 6 مرات في موسم واحد ولا تخسر أمامه لهو أمر عظيم. أن تتصدر الدوري الإسباني أمام العملاقين إنجاز أعظم. فماذا لو خرج أتلتيكو من الظلمة وتربع على عرش دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بنجوم مغمورين؟ وحتى ساعات الصباح الأولى تواصلت احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بالفوز باللقب. الآلاف توفدوا إلى ساحة نبتونو في العاصمة الإسبانية، أشعلوا الألعاب النارية ورددوا هتافات مؤيدة للاعب فريقهم والمدرب دييغو سيميوني. وطالب مشجعو الأتلتيكو فريقهم بالفوز بلقب دوري الأبطال السبت المقبل عند مواجهة جارهم ريال مدريد في المباراة النهائية. في ألمانيا بايرن ميونخ يضم لقب الكأس إلى الدوري بفوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند. الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل السلبي. انتظر لاعب العملاق البافاري حتى الدقيقة 67 لهز الشباك بهدف أريون روبن، وحسم توماس ميلر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23. بايرن توج باللقب للموسم الثاني على التوالي و17 في تاريخه. الفوز بكأس ألمانيا سيخفف حدة الانتقاد المواجهة إلى الفريق ومدربه باب غوارديولا بسبب الخروج المهين من دوري الأبطال بالخسارة أمام ريال مدريد.
تسع سنوات من غياب الألقاب أنهاها أرسنال أمس بتتويجه بشق الأنفس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب هال سيتي. بداية اللقاء كانت كارثية على فريق المدرب أرسن فينجر، فتأخر بثنائية في الدقائق الثمان الأولى. رد أرسنال بالمثل، قلص سانتي كازولا الفريق بعد تسع دقائق، وعدل لوران كوتشيليني الأرقام منتصف الشوط الثاني. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وحملت الدقيقة الثامنة بعد المئة هدف الفوز من توقيع أرون رامسي. بتعادل إيجابي مع الإكوادور استهلت هولندا مبارياتها التحضيرية لمونديال البرازيل. الفريق الضيف هز الشباك في الدقيقة التاسعة بهدف جيفرسون مونتيرو. منتخب الطواحين انتظر حتى الدقيقة 37 ليدرك التعادل بهدف مميز لمهاجم مانشستر يونايتد روبن فان بيرسي. هولندا ستلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا حاملة اللقب وتشيلي وأستراليا. أما الإكوادور فوقعت في المجموعة الخامسة مع سويسرا وفرنسا وهندوراس. والآن إلى جولة على الصحف مع أماني مهنا. شكرا لك عبير والسلام عليكم. فوز أتلتيكو بلقب الليغا أشعل الصحف الإسبانية. نبدأ مع صحيفة سبورت. الصحيفة الكتالونية نشرت صورة لقلب دفاع برشلونة مارك بارترا وهو يبكي ضياع الدوري. الصحيفة ألمحت إلى أن دموع بارترا كانت لعدم منحه فرصة الدفاع عن لقب الفريق بعد عودة جيرار بيكي من الإصابة. وألقت الموندو اللوم، بل عفوا ألقت سبورت اللوم على تاتا مارتينو لأنه لم يستفد من عدد من لاعبيه الشباب خلال الموسم. في سبورت أيضا نقرأ أخبار سيئة لأتلتيكو وفرحة لجماهير الريال. كوستا وتوران أصيبا وقد يغيبان عن نهائي لشبونة. أصيب كوستا في الدقيقة 14 وتوران في 19. الصحيفة تحدثت عن استبدال الثنائي دييغو كوستا وأردا توران بعد إصابتهما في مباراة الحسم ضد برشلونة، وتخوفت من عدم مشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل. ننتقل إلى الصحافة الإنجليزية وصحيفة ديلي ميل. التنافس الواضح بين كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي لويس سواريز يأخذ حيزا في هذه الصحيفة. الصحيفة أكدت أن برشلونة دخل على خط التعاقد مع مهاجم ليفربول، تنافس قد يجعل سواريز الأغلى في تاريخ الكرة بمبلغ 100 مليون يورو. معلومات الانتقال نفاها اللاعب في مناسبتين مؤكدا بقائه مع الليفر، إلا أن الديلي ميل تصر على إمكانية تغيير رأيه في أي لحظة. في الصحف الألمانية احتفلت صحيفة بيلد على طريقتها بفوز بايرن ميونخ بكأس ألمانيا. نشرت صور لفريق البافاري يحتفل بفوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين للا شيء. الصحيفة كتبت تفاصيل الاحتفال مشيرة إلى أنه في ساعة متأخرة من الليل اجتمع زعماء النادي على حد تعبير بيلد ومعهم المدرب بيب غوارديولا وزوجته كريستينا والجهاز الفني للفريق. ننتقل إلى الصحف العربية وهي حقيقة الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة الراية القطرية التي عنونت الأمير المفدى توج الأبطال في أجمل وأحلى كرنفال. أفراح السداوية بالكأس الغالية انطلقت تحت أضواء الألعاب النارية. الصحيفة نشرت صورة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني وهو يسلم الكأس لفريق نادي السد وللنجم الإسباني راول غونزاليس بعد فوز السد على فريق السيليا وحصوله على لقب كأس الأمير. مع صحيفة الراية القطرية ننهي الجولة الصحفية الرياضية وعودة إليك عبير لاستكمال النشرة. شكرا أماني. في جولتنا على منتخبات مونديال البرازيل نتعرف على المنتخب الإيراني في مشاركته الرابعة في العرس العالمي. ثالث المجموعة السادسة يعول على نخبة من نجومه لترك بصمة إيجابية عن الكرة الآسيوية في بلاد السامبا. لم تنجح إيران في سحب حضورها الآسيوي القوي إلى المونديال، فبعد مشاركة أولى في عام 78 عندما تعادلت مع اسكتلندا في فترة المميز علي بارفان، انتظرت حتى فرنسا 98 لتحقق انتصارا بطعم سياسي على الولايات المتحدة بهدفين لواحد في جيل ضم العمالقة علي دائي وكريم باقري ومهدي مهدافيك.
في مشاركتها الثالثة والأخيرة في ألمانيا 2006 عادت بنقطة يتيمة أمام الوافدة الجديدة أنغولا بعدما دفعت ثمن أخطائها الدفاعية أمام المكسيك، ثم فقدت أمل التأهل بخسارة ثانية أمام البرتغال. تأهلت إيران بسهولة إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى البرازيل، لكن هناك كانت الرحلة أصعب، سجلت مرتين فقط في أول 5 مباريات، فبدأ مشوار النهائيات مزروعا بالألغام، لكن ردة فعل لاعبي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش كانت قوية أمام قطر ولبنان ثم كوريا الجنوبية، فتصدرت مجموعتها ضامنة العودة إلى المونديال مرة جديدة. يعول كيروش على قائد الوسط المخضرم جواد نيكونام ومسعود شجاعي وأشكان ديجاجا وعلي كريمي والمتألق غوشان جيهاد. يتميز بطل آسيا 3 مرات بقوة بدنية للاعبيه وتنظيم على أرض الملعب، ويبحث عن فك نحس الدور الأول في المونديال رغم مشكلات شابت فترة إعداده. جال كيروش بمحطات تدريبية متنوعة وعرف نجاحات مع فرق الفئات العمرية، أشرف على منتخب بلده الأم البرتغال مرتين والإمارات وجنوب أفريقيا، اشتهر مساعدا للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخاض رحلة غير مثمرة مع ريال مدريد، لم يكن محبوبا لجماهير منتخب إيران في بعض الفترات منذ تعيينه في العام 2011. عمل كثيرا على تقوية دفاع فريقه والاستحواذ على الكرة معتمدا على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب. كان نيكونام قلب التملي لأكثر من عقد من الزمن، فتخطت مبارياته الدولية 130، ممرر بارع ومسدد بالقدمين، يلعب دور الرابط بين الدفاع والهجوم. كان ابن 33 هدف إيران في التصفيات لبراعته في الكرة الثابتة وركلات الجزاء. أمضى لاعب الكويت الكويتي 6 سنوات في الليغا الإسبانية مع أوساسونا قبل العودة إلى الاستقلال، فساعده في إحراز لقب الدوري وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا. يستعد لمشاركته الثانية في المونديال بعد 14 عاما من انطلاق مشواره مع المنتخب الإيراني. في خبرنا الأخير، أحيت السفارة الروسية وجمعية خريجي جامعات الاتحاد السوفيتي في لبنان أحيت الذكرى 69 للنصر على الفاشية في احتفال رياضي. الاحتفال تخللته عروض راقصة ومباريات في كرة القدم. تبرت فرق من السفارة الروسية وجمعية الخريجين في تقليد سنوي. الجمهور اللبناني تعرف على أهمية النصر الذي حققه الجيش الأحمر السوفيتي والحلفاء على النازية والفاشية. الذكرى 69 للنصر على الفاشية هي عيد عالمي تحتفل به الدول كافة من دون النظر إلى الخلافات السياسية الحالية، وعندنا في الاتحاد السوفيتي السابق هو مناسبة عظيمة لشعبنا وفي لبنان نحييه مع متخرجي الاتحاد السوفيتي. هذا يوم النصر على الفاشية، ونحن عم نشوف اليوم بزوغ فاشية ونازية جديدة بأوروبا، وهذا الموضوع موجه ضد الشعوب اللي عانت واضطهدت وحاربت بهذه الحرب العالمية التالية. وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا الميادين.net. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.